مباريات وعن المنتخبات اللي صعدت للدور النهائي والمنتخبات ومباريات اليوم اللي اتلعبت النهارده وعن الاربع منتخبات. عندي فقرتين النهارده، الفقره الاولى هتكون مع دكتور احمد ثابت، هنتكلم فيها عن اهم الارقام والاحصاءات في مباريات اليوم او في مباراتي اليوم، وبعد ان شاء الله في الفقره الثانيه هيكون عندنا نجومنا الكبار، ثلاثه من نجومنا الكبار ان شاء الله هيكونوا معانا عشان نتكلم فنيا بقى عن المباريات اللي اتلعبت النهارده وحظوظ الجزائر والسنغال في المباراة النهائية. وكالعادة كالعادة الحقيقة أنا دايما لما باجي أتكلم مع حضراتكم يعني البرنامج اسمه كان 2019، كل ما بشوف المباريات ولا أجد المنتخب الوطني وبيني وبين نفسي بكون قررت أن أنا مش هتكلم عن حاجة تخص اتحاد كرة القدم، على الرغم من العشوائية الظاهرة جدا واللي أنا شرحتها لحضراتكم بارح. أنا شرحت لحضراتكم كنت محتاج حد يجاوبني بس على الأربع أسئلة اللي إحنا مش اللي أنا بسألهم ولا النادي الأهلي بيسألهم، كل أندية الدوري الممتاز بتسألهم. حضرتك فتحت يوم 29 القيد المحلي على أي أساس؟ 25 ولا 30؟ اللاعب الأجنبي السوري هيبقى يعامل بمعاملة المصريين ولا لأ؟ 97 هيبقى عندهم مسابقة ولا لأ؟ هتديني فرصه ان انا اسوق اللعيبه اللي انا مش عايزها ولا لا؟ كل ده او اربع اسئله ما فيهاش اي مشكله خالص، ولكن وقلت انا خلاص يا جماعه مش هتكلم بقى اتحاد كره القدم وخليني اركز في بطوله كاس الامم الافريقيه، هي كلها مباراتين وخلاص وتنتهي البطوله. ولكن فوجئت بتصريح طبعا مهندس ايهاب الهيطه مدير المنتخب الذي ما زال هو مدير المنتخب حتى هذه اللحظه. خدوا بالكم الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده، المهندس ايهاب الهيطه هو مدير المنتخب حتى هذه اللحظه. المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم السابق المستقيل قبل ما يقدم استقالته قال ان هو اقال الجهاز الفني للمنتخب الوطني. طيب تخيلوا حضراتكم ان خفير اجري قاعد لغايه دلوقتي هنا في مصر وبيقول لك انا ما حدش بلغني باي حاجه بشيء رسمي، ومش انا اللي بقول الكلام ده بالمناسبه، ده مدير المنتخب اللي المفروض ان هو مقال لان هو قال لك الجهاز الفني والاداري سوف يتم اقالتهم، مدير المنتخب اللي هو مقال هو اللي طلع قال الكلام ده، مهندس ايهاب الهيطه. طيب هو يا جماعه مش المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري المستقيل قبل ما يطلع او قبل ما يستقيل قال يا جماعه احنا اقلنا الجهاز الفني؟ هو الكلام بقى ايه بس؟ يجب أن يكون هناك مستندات رسمية، يعني لازم الراجل ده يوصله مستند رسمي يقول له حضرتك انتهى العقد اللي بينك وبيننا، اللي بينك وبين الاتحاد المصري. طيب هو فلوسه هياخدها ازاي الشهر اللي جاي؟ طيب هل هياخد الشرط الجزائي ولا مش هياخد الشرط الجزائي؟ يعني هل كل ده موجود ولا مش موجود؟ اللي انا بتكلم فيه مع حضراتكم ده موجود ولا مش هيحصل ولا مش هيحصل؟ ولو هيحصل هيحصل امتى؟ ما تزال العشوائيه مسيطره على كل جنبات اتحاد كره القدم، حتى اخر لحظه في الاتحاد، اخر لحظه في اتحاد كره القدم وهي المفروض اللحظه الاهم في تاريخ كل واحد فيهم، الاهم من الناحيه السلبيه طبعا او من ناحيه ان هم اتخذوا قرار مهم جدا في حياتهم، لكن انتوا اتحاد كرة القدم مصمم على العشوائية ومصر على الارتجالية الواضحة جدا جدا في كل شيء. أنا مش بتكلم دلوقتي في القايمة ولا بقول لكم الأسئلة، أنا قلت لكم الأسئلة اللي أنا عايز حد يرد عليها في أول البرنامج، ولكن أنا بتكلم دلوقتي على الفلوس اللي هياخدها أجيري. الفلوس اللي هياخدها أجيري دي هل هناك شرط جزائي ولا مفيش؟ الشرط الجزائي مين اللي هيدفعه؟ هل هو الاتحاد المصري اللي هيدفعه ولا مين؟ ما لازم نسأل الأسئلة دي يا جماعة عشان نعرف. طب ولا ممكن يبقى الكلام ده عشان نهدي الناس وأجيري مكمل مثلا يعني؟ هل ممكن الواحد يفكر في كده ولا لأ؟ ممكن جدا كل ده يحصل. ما هو العشوائية شغالة. عشوائية كبيرة جدا وواضحة جدا. فليه لأ؟ طيب ما هو أجيري ينتظر ايه اللي بيستنى؟ اجيري مستني ايه؟ مستني ورقه تجيله. لو ما جاتلوش ورقه هيكمل عادي جدا
احنا بقى لنا 10 ايام خارجين من هذه البطوله. مهندس هاني ابو ريده استقال تقريبا مع الاتحاد بالكامل بعد الماتش بساعتين. بعد ماتش مصر وجنوب افريقيا بساعتين. طيب هو ليه اجيري قاعد لغايه دلوقتي؟ هو ليه ما حدش قاعد معاه من الاتحاد المصري لكره القدم اللي هو ثروت سويلم القائم باعمال رئيس الاتحاد، يقعد معاه ويتفق معاه على الامور هتمشي ازاي الفتره اللي جايه؟ هو ده صعب ولا سهل؟ هو انتوا بتفكروا يعني هل اللي احنا بنقوله ده يا جماعه كلام صعب؟ هل اللي احنا بنقوله ده كلام مش منطقي برضه؟ او حضراتكم بقى بتشتغلوا ضد الجماهير او ضد المواطنين المصريين؟ ما هو انا مش لاقي حاجه اقولها. هو الراجل ده قاعد لغايه دلوقتي ليه؟ راجل محترم وشخص محترم وكل حاجه، ولكن انا بتكلم ان هناك في عقود بيني وبينك.